استهل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جولته بالاستماع لعرض من محافظ البحيرة هشام أمنة حول أهم المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأشار محافظ البحيرة إلى أن عدد المراكز التي شملتها مشروعات المبادرة بالمحافظة بلغ 6 مراكز بإجمالي 42 وحدة محلية تضم 3967 قرية وتابع. بلغ عدد المراكز التي شملتها المبادرة بالمحافظة 6 مراكز بإجمالي 42 وحدة محلية قروية بإجمالي 3967 قرية وتابع، وذلك بنسبة 50% من المحافظة. كما تغطي هذه المشروعات خدمات 50% من تعداد مواطني المحافظة. ولقد بلغ عدد المشروعات 8868 مشروع في 20 قطاع من القطاعات المختلفة لخدمة أهالي المحافظة، هذا بالإضافة إلى مشروعات قومية في الفترة من 2018 وحتى الآن بلغ عددها 4326 مشروعاً، وذلك بتكلفة إجمالية 80.5 مليار جنيه. تم الانتهاء من 3635 مشروع، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 49 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 60%، وجاري العمل ب 691 مشروع بتكلفة إجمالية 31.5 مليار جنيه بنسبة 40%، وذلك بالقطاعات المختلفة، فضلا عن مشروعات حياة كريمة التي تكلف تنفيذها 44 مليار جنيه.